تجربة عظيمة مع اتحاد الكورة. انت سايح فترة قليلة مش كبيرة، بس كانت تجربة يعني لما نبص على تجارب اخر 10 سنين فكانت تجربة حلوة، تجربة حلو عظيمة. سنة وست شهور حلوين. بالنسبة لاتحاد الكورة الحالي، كثير من الانتقادات دائما، كثير من الهجوم، نواقص كثيرة. نتحدث تحديدا على مستوى المنتخبات ومنتخبات الناشئين وما حدث مع منتخب الشباب، وان شاء الله المنتخب الاولمبي يبقى حاله افضل كمان، وان شاء الله نتخطى زامبيا. تقييمك لعمل الاتحاد، هل محتاج وقت اكبر؟ هل الوقت اللي كان موجود فيه دوت كافي انه يشتغل بشكل كويس؟ انت ابتسمت ابتسامه عريضه، معرفش ابتسامه. هقول لك انت بعت اصلا. لا انا طبعا بص، انا بشفق على اي حد في الاتحاد المصري ان هو انت بيبقى دايما الجماهير كلها بتهاجم، وهو ملوش يعني ملوش طبعا معروف ملوش ظهر جماهيري خالص. وبالتالي فانت لو حصل حاجه ضد النادي الاهلي هتتهاجم، لو حصل حاجه ضد الزمالك فمفيش اي ظهير اعلامي للاتحاد، ده رقم واحد. فانا بشفق على اي حد، ولكن مع الاشفاق بس يعني بصفتك ان انت كنت جوه المكان لسنه وست شهور، وهم زي ما انت قلت يا كريم دايما الواحد بيفتكر النواحي الايجابيه مش السلبيه. النواحي الايجابيه ان انت اتعلمت كتير جدا، اشتغلنا كتير جدا، كنت يعني كنا بنشتغل كل يوم كتير وملفات كتير كتير. انا خايف اقعد اقول لك حاجات وانسى حاجات، لكن وانت بتتكلم على الاتحاد الحالي ربنا يعينهم ويقدروا يعملوا حاجه، وانا دايما بحب ان نسلم بعض. بس انا عليك يعني في كذا كونسيرن او كذا تعليق.